الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر. قال رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور إن ألمانيا ودول الحلفاء التي تدعم أوكرانيا عليها أن تقرر بشكل فردي ما إذا كانت ستزودها بدبابات. وخلال مؤتمر صحفي في لشبونة قال باور إن العملية الروسية لا تسير على ما يرام بالنسبة لموسكو ولم تحقق أي من أهدافها حتى الآن. أكد الكرملين أن اجتماع قاعدة رامشتاين لحلف الناتو لن يغير من تقدم وأهداف الجيش الروسي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الغرب متوهم بأن كييف لديها القدرة على الانتصار في معركتها مع روسيا. وأضاف أن العلاقات بين موسكو وروسيا وواشنطن في أدنى مستوياتها وأنه لا أمل في تحسنها. قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس القادم. وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقوا في ديسمبر الماضي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي إنه يقبل دعوة الرئيس جو بايدن لمناقشة رفع سقف الدين. وأوضح ماكارثي في تغريدة على موقع تويتر أنه يتطلع لاجتماع مع بايدن لزيادة سقف الدين بشكل معقول ومعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول على حد تعبيره. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.